وللحديث أكثر حول التمرين البحريني الإماراتي المشترك لمكافحة الإرهاب جلمود 3 معنا عبر الهاتف المقدم الركن عمار علي القشار المعد والمنسق العام للتمرين البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة. المقدم الركن عمار، حدثنا أكثر عن تنفيذ التمرين البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3 وكيف لمستم التحديات طيلة مراحل التمرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على حسن الاستضافة. أما فيما يتعلق بالسؤال، بداية حبيت أوضح أن فكرة التمرين انطلقت بفكرة من قبل سيدي اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في شهر يناير هذا العام، رغبة من سموه في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا في مجال العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب. وأشرف أيضا سيدي العقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تنفيذ التمرين كون سموه قائد قوة الحرس الملكي الخاصة المتخصصة في مكافحة الإرهاب وبتوجيهات مقدرة من القيادة الرشيدة. من جهة أخرى طبعا أبدأ الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ترحيبهم بهذه الفكرة، واللي تعزز التعاون المشترك في الأمور الأمنية والعسكرية. وبالنسبة للمشاركة في هذا التمرين شاركت عدة جهات تتمثل في الحرس الملكي ووحدات قوة دفاع البحرين مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة بدولة الإمارات. أما فيما يتعلق بالتحديات والصعوبات اللي واجهت الفريق، كانت في الحقيقة رغبة القيادات العليا في تنفيذ تمرين عالي المستوى ويحاكي الواقع وبحرفية. وتنفيذا لهذه الرؤية والتوجهات عمل الفريق على تذليل الصعوبات سواء الإدارية أو العملياتية، وكان أهمها التنسيق بين مختلف القوات في البلدين وتوحيد المفاهيم والأساليب وغيرها وقواعد الاشتباك. نعم المقدم الركن عمار، يعني كما نعلم بأنه تم توقيع مذكرة التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين الشقيقين، ما دلالات هذه الاتفاقية؟ نعم بالطبع، من أهم أهداف مذكرة التفاهم اللي توقعت في ختام يوم التمرين هو تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والتعاون في مجال العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب ووضع الأسس والمبادئ العامة والتخطيط المشترك، وأيضا تبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة التنظيمات الإرهابية. وتؤكد هذه المذكرة في دلالاتها على عمق الروابط حقيقة والعلاقات الأخوية بين البحرين ودولة الإمارات، وتعزز القواسم المشتركة اللي تجمع بيننا وما يربط الشعبين من أواصر المحبة والمصير الواحد. وأيضا تؤسس المرحلة الجديدة إن شاء الله تكون واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر في عمليات مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، كذلك أيضا تعتبر منعطفا هاما في طبيعة العلاقات الأخوية وفق الرؤية الحكيمة للقيادتين حفظهم الله. نعم المقدم الركن عمار علي القشار المعد والمنسق العام للتمرين البحريني الإماراتي المشترك جلمود 3، شكرا جزيلا لك.